أهلا بك أستاذ عبد العزيز، ما تفاصيل الاشتباكات الدائرة الآن في أحياء تعز؟ مرحبا بك أخي العزيز. الاشتباكات مستمرة، يعني متقطعة منذ الصباح، وحتى الآن لا زالت الاشتباكات متقطعة بين مجاميع مسلحة تابعة لغزوان المخلافي وصهيب المخلافي وجماعة أبو العباس. نعم. المعلومات الأولية تقول أن مقتل 2 من المدنيين وإصابة 6 آخرين جراء هذه الاشتباكات حتى الآن. نعم، الجهات الأمنية أستاذ عبد العزيز أين هي مما يدور في المدينة؟ هل هناك أي تحرك للجهات الأمنية؟ هناك غياب تام للجهات الأمنية والعسكرية، متمثلة بقيادة المحافظة وقائد المحور ومدير الأمن. لا يوجد أي مسؤولية لدى المحافظ والإدارة العسكرية والأمنية. هناك ما يسمى، يعني ما نسميه تلاقي أو تجاوب مع هذه الميليشيات، وترك لها حريتها لإبداع الناس وقتل المدنيين وقطع الشوارع وإثارة الفوضى والحرب داخل شوارع المدينة. لا زالت الآن الاشتباكات قائمة عبد العزيز. حتى قبل 10 دقائق كانت لا نزال نسمع بعض طلقات النار وبالأسلحة الرشاشة، الآن هادئة نسبياً.